يسعدني بكم ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم الغناية الأول من نوعه. هذه أغنية ليك الليلة كالعادة، باش نستمعوا لأحلى الأصوات الشابة المتميزة. كاستينج، فكرة وتأطير براند ستار، وبالطبيعة صحبة اللايف باند بوجي باند. آراء تهمنا وأفكار تقدم بينا ونصايح نتعلموا منهم، وفي هذه أغنية ليك مشرفنا. ظهر لي عرفتوني على شكون نحكي. صحة شريبتك ومرحبا بك الأستاذ لطفي بوشناق. صحة شريبتك من الكل. صحة شريفتك أستاذ لطفي. ربي يبارك لك. اليوم أنا عندي طلب خاص، ونتصور زادة السادة المشاهدين والحاضرين معانا زادة عندهم نفس الطلب. ماذا بينا نسمعوا كاكا في حويجة؟ في شوارع المدينة أي تتكلم عينينا، تحكي على اللي ظاهر وتخبي حقيقتها علينا. فين اللي يقدر يلمس الحقيقة وهي مرة جمرة ومرة حريقة؟ تتلاقى العينين وفيها ألف حكاية ما تحكيش، ألف مراية ما توريش. آه منك يا مدينة، الناس أسرار في حوايجهم متخبين، ليل ونهار في شوارع المدينة، حيوط باللار تفرق ما بين المسافرين، اللي يبكي ويقول لك لاباس، واللي يخبي في سره على الناس، الاثنين فينا متخبين، واللي يكره ويغني على الحب، واللي يحب وما عندوش قلب، الاثنين فينا متخبين. فين اللي يقدر يلمس الحقيقة وهي مرة جمرة ومرة حريقة؟ آدم فتحي. يعطيك ألف صحة. ميرسي بوكو أستاذ لطفي. ربي ميرسي. الشاعر آدم فتحي نحيوه. تحية كبيرة، تحية أكيد. كبيرة. أعزائنا المشاهدين، إذا كان عندك حنين للفن الراقي اللي يهزك لبعيد ويخليك تستمتع بأغنية التسعينات، في هذه أغنية ليك كل واحد يتفرج فينا منكم باش يلقى روحه. الليلة مع زوز أصوات متميزة نستقبلوا مع بعضنا محمد فرشي وعلاء أحمدي. صحة شريبتكم. صحة شريبتكم من الكل. الحلقه الاولى كنت هكا حشم شويه هكا ولا وقلت لي ما نحبش نتكلم برشا بالميكرو، ما نحبش الاسئله برشا يعني بطبيعتي ديريكت ما من غير ما نسال. هو جو باهر والليله تشوف في شيء واحد اخر. بالحق او من الاول تخلق قال لي ما نحبش اسئله. لا لا جو باهر. جو هذاك ستريس نتاع التلفزه لابد منه، ما في الواقع عادي بالعكس صاحب جو. واحنا تو نحبوك في الواقع، نحبوك تنسى ستريس. مانيش باش نطول عليك برشا، نمشي ونشوفوا توت سويت البورتري نتاع محمد فرشيو. من لؤلؤة ساحل مدينة سوسة يجينا محمد فرشيو، صغير في العمر وكبير في الموهبة، يتميز بخامة صوت فريدة من نوعها. بدايته كانت مع الإنشاد الديني وتجويد القرآن في جمعية بيت القرآن في سوسة في عمر 6 سنوات. وذيك كانت حاجة باهية برشا، خاطر علمتني مخارج الحروف، ومن غادي تعلمت الإنشاد. أول ما بديت في الغناء، خاطر بديت في مجال الإنشاد. واقف جبر البيت عيلك، دمعة عايشة على سريرك، ملايكة بتقرا في القرآن. أول واحدة من بيا بروف كنت نقرأ عنده في جمعية، كان يسمع صوتي يقول لي صوتك حلو برشا ومزيان ووصل، إن شاء الله نوصل نعمل إنتاج خاص وغنايات خاصة. علي أهلا وسهلا. محليه الانسجام اللي بيناتكم؟ مش كان بيني أنا ومحمد، الجروب كل محلاهم ونحبوا بعضنا الناس الكل، وان شاء الله ديما هكا، ان شاء الله ديما هكا، وان شاء الله الفنانين الكل هكا. باش نسالك سؤال ديجا على الحكايه هذيا تو سويت بعد ما نشوفوا البورتري نتاع علي احمد. من جنوب غرب تونس، تحديدا مدينه قفصه، يجينا الفنان والموهبه الصاعده علي احمدي في صوت في قمه الروعه والحرفيه. رفرف القلب من الشوق وأنا وتمنى فرحة اللقيا.
علاء كبر وترعرع في عائلة فنية ولقى تشجيع كبير منهم. أول إنسان أمن بي أمي، هي حفظتني أول غناية. اختار طريق الاحتراف في الفن في عمر 18 سنة وبدا تكوينه الأكاديمي بالمعهد العالي للفنون والحرف بقفصة. كنت نغني في الفوي، وبعد أصحابي ولوا ديما يعرفوا بي، وعنا صاحبنا يغني وكذا، وجون تلموا نعملوا لما ونغنوا ونفرحوا ونضربكوا ونعملوا كل شيء. حبك أنا من وقت اللي سكنت تحت أنا وشفت. نتمنى نغيروا من الموسيقى اللي قاعدة تروج معناها في الزمن هذايا، ومع براند ستار نعرف لي الحاجة هذه راهي باش تتحقق عاجلا أو آجلا. اللي سكنت تحت أنا وشفت على خدك رمانة، جيت نثبت شفتك جاية. علي بلا قلت لي متفاهمين وان شاء الله الفنانين الكل كيفكم، زعما تو بعد ما تخرجوا من برنامج هذا تو انتم مع بعضكم وبرايف ونهار كل مع بعضكم وعائله واحده وكل بعد ان شاء الله تجمعنا اعمال. انا بطبيعه نعتبرهم اخواتي واصحابي، ديما ان شاء الله الكونتاكت موجود. ان شاء الله تجمعنا اعمال باهيه واغاني باهيه واوقات حلوه. استاذ لطفي ايش رايك في الكلام اللي قالوا عليه؟ كلام حلو برشا. إن شاء الله الفن هو 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 بشكل عام الفن هو يوحد الشعوب، والفن ما عندوش حدود، والفن هو لغة الروح. وكما قال لك معناتها ماذا بينا نشوفوا كذلك أعمال يجتمعوا فيها يعني أكثر من فنان، والفن والدنيا بشكل عام ما فماش فيها كبير. مجموعة هكا يعملوا عمل مع بعضهم، لحمة واحدة ويد واحدة، وعمل يتطلب باش يكونوا الناس ديو، ولا باش يكون مجموعة كاملة مع بعضهم. باش نشوفوك في الحلقات الجايين مجموعة كاملة إن شاء الله. معناتها هذا مطلوب برشا. محمد نسمعوك في غريبة الناس والجسار توتسي.
يعطيك صحة مبشرين. يعطيك ألف صحة. رغم صغر سنه أستاذ لطفي، قديش عمرك محمد؟ 21. صغير تبارك الله وعنده طاقة صوتية كبيرة. نتوقع غناية زادة مش سهلة، معناتها غناية حلوة برشا. وائل جسار تحية ليه، وأظن أنه معناتها يعني ما قصرش في الأداء نتاعه، وربي إن شاء الله يوفقه إن شاء الله. برافو برافو محمد فرشيو. توا باش نسموك في ستيل آخر مختلف تماما. ستيل صوفي، البداية نتاعي. بالضبط، البداية نتاعك شنو هو البداية نتاعك؟ البداية نتاعي خاطرين ما كنتش في الغناء. إيه؟ بعد يعني السنوات هذه بديت نغني. انت بديت بالغناء الصوفي؟ قبل بديت في بالانشاد الصوفي. ايه. ومن بعد وليت نغني. حبيت نعلق على الكلام اللي قال الغناء صوفي او لا يكون. ايش معناتها صوفي؟ روحاني من روح. كيف تغني على الوطن لازم الشيء يخرج من الجيش، وكيف تغني على الحب تختلف المواضيع اللي في الغناء، لكن باش تغني على البلاد، باش تغني على الوطن، باش تحب تغني على الحرية، باش تغني على العدالة، باش تغني على أمك، باش تغني على حبك، باش تغني على الله سبحانه وتعالى، باش تغني على سيدنا عليه الصلاة والسلام. لازم الشيء يخرج بروحانية. ما عادش يقولوا هذاك غناء صوفي، ما فماش غناء صوفي، فما غناء تقدو ولا ما تقدوش، أما الكلمة تكون تضرب في الصميم والأداء يضرب في الصميم ويطلع من الروح. هذا هو التحديد. نسموك في غنية، غنية مولاي إني ببيبك للنقشة بندي في الروف ستوديو توت سويت. مولاي إني ببيبك قد بسطت يدي، مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلا أنت يا سندي، مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، مولاي إني ببابك قد بسطت يدي. مولاي إني ببابك، مولاي إني ببابك، مولاي أقوم صحة. يعطيك الصحة محمد فرشيو. علي أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. شنو باش تسمعنا اليوم؟ باش نسمعكم تاع ننسى الفنان المرحوم الكبير ملحم بركات. الله يرحمه وينعمه.
ننسى يا روحي يا عايش بروحي جروحك وجروحي يشفيها النسيان يا عايش بروحي يشفيها النسيان. تعا ننسى يا روحي يا عايش بروحي جروحك وجروحي يشفيها النسيان. تعا ننسى تعا ننسى أيام اللي راح أيام العذاب المر وسنين اللي ضاعت. تعا ننسى تعا ننسى أيام اللي راح أيام العذاب المر وسنين اللي أستاذ لطفي. ده مختار فنان ملحم بركات الله يرحمه، فنان كبير واحترمه كل الاحترام، وغناه مش سهل وملحن عظيم الله يرحمه، وصوت يعني ممتاز جدا يعني تبارك الله عليه. حتى ولدنا يعني يكفي أنه اختار ملحم بركات معناتها مش سهل. برافو برافو علي. توا باش نسمعوا حاجة جديدة، ان ستيل آخر، غنية أنا يطير الفنان العراقي فؤاد سالم، واللي غناها تغنيت بصوت تغنيت بصوت المطرب اللبناني الكبير عاصي الحلالي. توت سويت نسمعوا علي أحمدي في كوفر أنا يطير في الروف ستوديو.